دلوقتي هكلمكم عن حاجة بيتميز بيها أي مؤمن، وهي الأمل والرجاء. خلوني أستشهد بكلام البابا فرانسيس خلال إحدى لقاءاته مع الشبيبة. كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول أعلى؟ أوكي. إن إحنا لازم ندي الفرح والرجاء للآخرين. إزاي؟ عن طريق الحوار معاهم، وده ممكن يكون حاجة متعبة. وإيه اللي بيحصل لما حد بيتعب بجد؟ بيبقى مش عايز يكمل ومش عايز يعمل أي حاجة، وغالبا هيستسلم وهيقف ويقع. لكن السؤال، هل انتهت حياته؟ الإجابة هي لأ. وفي أغنية لمتسلقي الجبال المحترفين بتقول مش مهم ان انت تقع، بس المهم ان انت ما تفضلش على الأرض، عشان اللي بيفضل على الأرض بيكون ساب الرجاء، واحنا لازم نساعده ان هو يقف مرة تانية، واحنا عايزين نعمل كده في المحيط بتاعنا. وزي ما شفنا سوا ازاي ان احنا نقدر نكتشف مواهبنا ونوظفها لخدمة الآخرين، وكمان ازاي نحول حدودنا لفرصة لقاء. دلوقتي في خبرة جميلة جدا ساندرا هتحكيها لنا، فعايزين نشجعها جامد قوي 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 قوي. مساء الخير، انا اسمي ساندرا، مع الشباب من اجل عالم متحد. كنت حابه النهارده اشارك معاكم بخبره كده صغيره، هي صغيره بس بالنسبه لي يعني كبيره وفرقت جدا في حياتي. يعني كلنا بحكم ان احنا بنشتغل او بندرس، ساعات بنحط في موقف ان احنا بنتقابل مع اشخاص غير جنسيتنا، غير ثقافتنا، مختلفين عننا كومبليتلي. وده نفس اللي حصل معايا، انا برضو اتحطيت في نفس الموقف، وكنت مع بنت، عشت مع البنت دي لمدة 6 شهور في نفس البيت وفي نفس الأوضة. بنت دي هي مش مصرية، ثقافة غير، لغة، كل يعني كومبليتلي مختلفة. انا في الاول واجهت صعوبة كبيرة جدا في اني اتعامل معاها، في اني افهمها، حتى اللغة ما كانش فيه لغة كومن ما بيننا. ف بدأنا ان احنا شوية نلاقي حاجة مشتركة نتكلم فيها، على الاقل بس نتقبل بعض عشان خاطر نعرف نتعامل مع بعض. بعدين واحدة واحدة بدأنا خلاص احنا تعودنا على بعض وكده، بس انا دايما كنت حاسة ان في حاجة ناقصة، يعني مش بس كفاية ان انا متعودة عليها او ان هو شخص عادي يعيش معايا في البيت. بدأت بشوية مواقف صغيرة كده، شوية مبادرة، شوية حب، شوية عطاء، شوية تضحية، لحد ما في يوم في موقف حصل، هو ده اللي فرق يعني علاقتنا وهي تماما. بسبب ما يعني في يوم كنت مش عارفه انام خالص، كان في حاجه مضايقاني جدا جدا، وكنت بعيط بشكل هستيري يعني في الاوضه. فهي سمعتني ولقيتها جت جنبي وقعدت تقول لي في ايه، مالك، ايه المشكله، طب اهدي، طب انا جنبك، طب في حاجه نحلها سوا. قالت لي طب بصي تعالي نصلي سوا. فمع ان البنت دي في الاول كانت حاجه يعني صعبه جدا، وكانت بتعمل مواقف وحاجات مستفزه، بس هي بحكم ثقافتها كانت شايفه ان دي حاجه عاديه، لكن بالنسبه لنا احنا كمصريين ما كانتش حاجه عاديه خالص. فبعدين بدانا ان احنا فعلا نصلي سوا. بعدين لقيتها بتشغل ميوزك هاديه ونور هادي، بتقول لي بصي انا هنام جنبك النهارده على السرير، وبجد ما تقلقيش من اي حاجه وكله هيبقى تمام. اليوم ده انا فاكره كويس جدا، انا يعني اتحولت من ان انا كان ابشع واسوا يوم مر في حياتي لاكتر يوم كنت نايمه مطمنه فيه. فمن اول هنا بقى، من اول اليوم ده علاقتنا بدات ان هي تكبر وتبقى احلى، وخلاص بقى في حب متبادل، لحد ما جه اليوم خلاص اللي هو اخر يوم انا وهي نكون مش هنشوف بعض تاني، كل واحد هيرجع بلده، كل واحد هيرجع بيته. انا فضلت ليله اليوم ده بعيط لحد اليوم يعني تاني يوم الصبح، انا فاكره كويس جدا. فبعدين قلت في نفسي يعني ازاي حته حبه بذور حب صغننه كده انا قدمتها في الاول، اتردت لي تاني في اليوم اللي ما كنتش عارفه انام فيه ده بطريقه وبشكل اكبر من اللي انا اديته في الاول. وبجد انا مش ناسيه ازاي كنت بعيط، وقلت ازاي مش هشوفها تاني خالص طول حياتي. لحد النهارده انا بكلم البنت دي فيديو كول وبطمن عليها، بنفتكر اليوم ده وبنعرف اخبار بعض.
فدي كانت حاجة فارقة جدا في حياتي، ان فعلا زي حاجات صغيرة بتبني بعدين علاقات كبيرة وهتكمل لباقي الحياة حتى لو احنا مش مع بعض في نفس المكان او نفس الحتة يعني. شكرا. نغير من نفسنا، تقدير، احترام، حوار. الحكاية بدأت من زمن مش من بعيد، والمهم في الحكاية إننا نفضل فاكرين عايشين دي، نحكي ونتحاكى عنها مهما حصل. طبعا تسألوني إيه هي الحكاية، هقول لكم تعالوا معايا اسمعوا وشوفوا المكتوب. Thank you.
يا اولاد حد يفتح الباب، وقبل ما تفتحوا بصوا من العين السحرية الاول. يعني يا بابا فرق معاك نشوف مين من العين السحرية الاول؟ مش فرق معاك قعدتنا دي كده ازاي؟ ايه ده انت ازاي بتكلمني كده؟ يعني بابا خلاص ما بقاش في تقدير ولا احترام لاسلوب الحوار. حوار؟ هو فين اللي اسمه حوار ده؟ مفيش. لا 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 انا مش متفق معاك، الحوار موجود مع التليفون، مع السوشيال ميديا، مع دنيا الافتراضات، لكن الحوار مع بعض او مع العيله للاسف يا بابا مفيش. يوه، هو كل ده ومحدش فكر يفتح الباب ويشوف مين؟ مش يمكن يكون حد مهم؟ عشان عيالك يا هانم واخبار لي محكمه وبيعلموني الادب، عشان بس بعاتبهم ان ايه ما بقاش في حوار. حوار؟ هو فين؟ هو فين؟ صح؟ فين هو؟ مين اللي فين؟ يا بابا يا حبيبي تعال اقول لك على حاجه، اهدى بس كده وروق على حالك. دلوقتي انت لما تتعصب وتتعب ويجي لك يعني الضغط ولا السكر بعد الشر يعني هنستفاد ايه؟ فالاحسن اهدى بقى كده ونحل كل الامور ببساطه. اديني هادي اهو ما اشوفك رجع. خليكوا كده تتناقشوا وفي الاخر مش هتروحوا تشوفوا مين اللي واقف عمال يصدعنا على الباب. حتى انت كمان يا ماما فارق نشوف مين اللي على الباب، مش فارق معاكي قعدتنا كده ازاي؟ يوه جو البيت ده بقى كل واحد في حته. ده حتى ما بقاش فارق معانا ان احنا نكون مع بعض، على قد ما فارق ان احنا نعمل لايكات لبعض. ده حتى اللايكات اللي كنا بنعملها لبعض لو حد نشر حاجه حلوه ما بقيناش نعمله. ده حتى لو حد عنده موهبه او بيقدم حاجه ذو قيمه ما بقيناش نقدره ولا نشجعه. شفت عيالك اخرتها، حتى انت تعبانه وشقيانه في المطبخ طول اليوم عشانهم بس ما تمديش منهم. اتفضل. انا مش فاهمه ايه الاسلوب والطريقه دي، مالكم بتعاملونا كده ليه؟ هو حد عمل لكم حاجه؟ واللي عمال يخبط على الباب ده مش هنتلاقي نشوف مين اللي على الباب؟ يا ماما يا حبيبتي تفتكري كده ليه جرس الباب عمال يرن؟ ليه يا منيله؟ ومحدش فينا قادر يفتح. يعني يا ماما فارق معاك انت وبابا ان احنا نفتح الباب؟ مش فارق معاكي حتى بيتعاملوا ازاي دلوقتي مع بعض؟ تفتكروا كده بشكلنا ده هنقدر نكون مؤثرين في حياه ناس تانيه؟ بص يا ماما زعليش مننا ان احنا بنفكر معاكم في حياتنا مع بعض ومع كل اللي شايفنا دلوقتي. وعشان تعرفوا اننا كبرنا وبقينا شايفين حقائق كتيره بنعيشها لازم نغير من نفسنا. ايوه، واللي على الباب ده يعني نسيبه كده على طول؟ نفتح له لما نحس ان احنا نقدر نغير من نفسنا. شكين جرس الباب ده جرس انذار لينا كلنا عشان نفوق من العالم الافتراضي اللي احنا بقينا فيه ونسينا نفسنا عليه ونسينا الناس اللي ممكن تستفاد مننا حاجه يعيشوا بيها. انا اروح افتح الباب عشان اشوف روح مين اللي عمال يخبط، عشان مفيش حد فيكم عاوز يوم يفتح وعاملين ترموا اللوم على بعض ومحدش شايف غلطات التاني. روح ربنا يفتح على خصك. ايه يا جماعه مالكوا في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ مالكوا؟ صوتكوا جاي في اهل المصر عمالين تتخانقوا مع بعض وسايبين جرس الانذار يضرب، قصدي جرس الباب ايه؟ وانتوا ولا انتوا هنا؟ في ايه؟ تعالى شوف يا سيدي العيال عاملين ايه؟ ابوهم وامهم وشوف ابوهم وامهم ازاي مش مهتمين بيهم ولا باهتماماتهم. دول حتى ما فكروش يشجعونا على مواهبنا. ولا حتى هنكون بذور صالحة ولا هنكون مثل صالح ولا هننشر الأمل مهما كان في العالم من شرور. طب احنا ازاي هنعمل اللي انتوا عايزينه ده واصلا كل واحد فيكم في حتة، كل واحد بس في العالم الافتراضي بتاعه ومحدش مفيش حتى بذرة حب نزرعها. ياه كل ده شايلينه جواكم ومعفيين. يا جماعة انا كده افكر ان انا اعيد كتابة المشهد ده تاني. ليه كده؟ علشان شكل ان انا كتبته غلط. لا 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 انت كتبته صح، انت كفاية ان خلتنا نراجع نفسنا ونبص لنفسنا اكتر من اي حاجة تانية. انا مش فاهمة حاجة وبصراحة كده
انا مش عاجبني المشهد من اوله لحد دلوقتي. ليه انت كمان؟ علشان من الاخر كل واحد فينا بيلوم التاني ونسينا نبص على اخطائنا وعلى نفسنا. يعني هو انتي ما كنتيش واخده بالك انكي من اول المشهد انتوا كلكم عمالين بتخبطوا ببعض ومحدش فكر فيكم ولو للحظه انكم غلطانين ومحتاجين تعترفوا بغلطكم؟ هو ده الكلام الصح. انتوا كمان محتاجين ان انتوا تعيشوا وسط العالم، العالم الحقيقي مش العالم الافتراضي، وسط العالم لكن مش زي العالم. تصدق انت خلتني اراجع نفسي من تاني وخلتني اعيد تفكيري بكل تصرفاتي وان ازاي ابص لنفسي اكتر من انا بحكم على الغير. يا بابا اكيد اب مثالي لكل الابار وكلنا فخورين ان عندنا اب زي هي دي البذره اللي فعلا محتاجينها في حياتنا. بذور امل، بذور محبه، بذور حياه، بذور عطاء. ايه يا جماعه مالكم؟ مالكم في ايه الحاجات الحلوه دي والكلام الجميل ده؟ انتوا كويسين ولا طبيعيين يعني؟ ولا دي سخونيه ولا مالكم يعني؟ مش طب جرس الانذار اشتغل؟ مالكم في ايه طيب؟ احنا فوقنا. فوقتوا من ايه؟ فوقنا على الحقيقه. وانت اللي فوقتنا. انا اللي فوقتكم؟ طب ازاي؟ خلتنا ازاي نعرف نعيش مع بعض؟ مش بس في عالم افتراضي كل واحد لوحده. وازاي نقدر ننشر بذور الامل؟ وازاي نكون احنا بذور امل لكل اللي حوالينا؟ والحب هيعيش. انت ابدا نور شمعه نورها ما ينطفي. مساء الفل. احنا شفنا عرض مسرحي رائع، اكت 1 واكت 2. دلوقتي احنا معانا فقره جميله، وي سيف ذا بيست فور لاست. احلى حاجه عندنا في الاخر. دلوقتي عندنا عرض من اخواتنا الاريتريين، واريتريا فيها 9 جروبات عرقيه مختلفه، كل جروب ليه ثقافه مختلفه، لغه مختلفه، وتراديشنز مختلفه، وكل حاجه عندهم مختلفه عن بعض. احنا عندنا الجروب اللي هيقدم لنا من العرق بلين. نرحب بالاريتريين.
بدينا من بروز الفكنير مبكين كمرا أغلى وقتنا جاكا مينا جرقنا حاكور أغلى نبنا بحر أردوب نقين حاكور أغلى نبنا بحر أردوب نقين يسالو سدوا وعسطولو محيك نويس أغلى أمارد شراقني مخلا قيلو قنقز قسو زبوت كارن جبلا وانت دم بيرقني وتون بوك مزلا دامر أغلى بلا سرنك غال بلا إسادة 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 بحال عرقي شاملا إسادة إسادة يساد بحرك شاملة يروقنك يا مري وقت كايناك انتري قنذني حظي ورقني قدر تكسري طيب حالك قنجرو دكولك قال سري طيب حالك قنجرو دكولك قال سري كنا لا لبقري جعلي مقصد بسري قردلك كنشبار قدام دكورة قنجح يونا عمري بار بسار ديناكو بفضل قني بحجة سزار بي وقناوك كبلة ديناك رسلي غير دكار كدير سنة سير انك شام فهمي قلم هزار جيجدون عريتك سغنانا لي زازا جنو غالغة توزقنا ترلي شكا جاكم كوف يلي ناوك أغلا يدكتو يغلطا قلي مقين مصر جبار وانت سو شك سقايك تابر لي خير لكم غاللا لور قبر جالي لا ورا روشة قباب ناقصنا نبيلين سواسي سلا قرسك كوني مبلي وطورتو عسلت نباخل كجبرنا سنخر فوق شبلت كتبرقنا وديدنا
وليلا لاي وليلا لاي وليلا 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 لاي وليلا لاي وليلا 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 لاي وليلا وليلا لاي وليلا لاي وليلا وليلا يتم غلط لما امبرك ما مودا جواب كتب لما وليلا لاي وليلا لاي وليلا وليلا يتم غلط لما امبرك ما مودا جواب كتب لما وليلا لاي وليلا دم وسلم يبرق ومضايا جواب كتب لما وليلا لاي وليلا لاي وليلا وليلا يتم غلط لما امبرك ما مضايا جواب كتب لما وليلا 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 لا وليلا مرسل بوي مرقوا وضعي جواب يا لما لا بريغن وريح قد نسلل مولا برد غلب بكي شعر صدمي سلل شعر صدمي سلل وليلا لا وليلا وليلا لا وليلا زال تلمو مرقوا وضعي جواب كتب وليلا لاي وليلا لاي وليلا وليلا يتم غلط لما امبرق ما مودا جواب كتب لما وليلا لاي وليلا لاي وليلا وليلا يتم غلط لما امبرق ما مودا جواب كتب لما عبري لك وكان وانكري سو انت يا كسيلي رات فاسيلي جيب لطف دوق والدي جيب لطف دوق والدي وليلا لي وليلوي وليلا لوي وليلا انا مرسل اخوي امبرك وامودعي جواب كتب لما وليلا لي وليلو لي وليلو وليلا يتم غلط لما امبرك وامودعي جواب كتب لما وليلا لاي وليلا لاي وليلا وليلا يتم غلط لما امبرك ما مودا جواب كتب لما وليلا لاي وليلا وليلا لاي وليلا يتم غلط لما امبرك ما مودا جواب كتب لما يتقاب فرقن قصف للتو يتلا من قدل عن انترو باردو غل شامت الله بارق الله شامت الله وش صلو لي ولي دوي سبا غل سلمو مرقوا وزي جواب كتب لوا وليلا لاي وليلو لاي وليلو وليلا يتم غلط لما امبرك مو عمودا جواب كتب لما وليلا لاي وليلو لاي وليلو وليلا يتم غلط لما امبرك مو عمودا جواب كتب لما وليلا لاي وليلا لاي وليلا وليلا يتم غلط لما امبرك ما مودا جواب كتب لما انت منيت السنه كن من درتي اكو كما كوا قام سما واسرو باردو خلي عقبا باردو خلي عقبا
لا لا ولي لا لا ولي لا ولي لا يتم هول سلامة امبارح محمود هاي جواب كتب لما ولي لا لا ولي لا لا ولي لا ولي لا يتم هول سلامة امبارح محمود هاي جواب كتب لما ولي لا لا ولي لا لا ولي لا ولي لا يتم هول سلامة امبارح محمود هاي جواب كتب لما لا 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 ولا لون ليلا وليلا لا 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 ولا لون ليلا وليلا لا 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 وليلا لا وليلا لا لا وليلا لا وليلا لا خلانا لا 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 ولا لون ليلا وليلا سيدا من دفتنا غير لا دومنا ما سبقنا وينا لا لا ولا لون ليلا ولا لا سجاد من دارتنا غير جراس دومنا ما سبقنا ولا سلام جارو انت دي شالوات قردن قاضي امانت لتبنن اندت قياني والوالدي جار خاهم باكو ينادي اوي ليلاي وليلو امان دارتنا خوان كراسنا غمنا ما سقلتنا خوان لا 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 ولا لون ليلا ولا لا سدد من دارت نخر غراس تغمنا ما سفلت نغنا وليلا لا ولي لو ليلا ولي لا لا سدد من دارت نخر غراس تغمنا ما سفلت نغنا شكرا 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 كثير شكرا 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 يا جاز يا جماعة نحب سقفة كمان ونشكرهم على الرقصة الجميلة دي بجد يعني شفنا قد ايه فعلا مع بعض نقدر نبني حاجة حلوة جميلة في الختام خلوني أقرأ معاكم جزء صغير من خطاب مارجاريت رئيسة الفوكولاري خلال ختام الجان فاست في برازيل كانت بتقول استمعنا إلى قصص عن السلام عبر عنها بطرق متنوعة وكل هذا بيعزز فينا الثقة والأمل بأنه ممكن أن نكون صناع سلام كل يوم وتعلمنا أن السلام يبدأ مني أنا بأعمال صغيرة ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق السلام حاجة مهمة جدا يا جماعة الجيم فاست مخلصش الجيم فاست بيبتدي من دلوقتي من هنا فلو انتوا كلكم موافقين وعاوزين تقولوا النعم بتاعتكم ان احنا نبتدي نبني الوحده دي مع بعض كل واحد فيكم وهو خارج يحط البصمه بتاعته على البورد بره ولو عاوزين تكملوا معانا فممكن تخشوا على البيج على البيج بتاعتنا youth for united world وبكده تقدروا تعرفوا مواعيد اجتماعاتنا اللي جايه طبعا احنا شفنا الباند والفرقه الموسيقيه وشفنا المسرح والعرض كله لازم ما ننساش طبعا الناس اللي ورا الكواليس والناس اللي عملت خلت الحاجه دي ممكنه ريما طبعا الناس اللي ورا الكواليس دينا باسم اندري الناس اللي بره الناس اللي عملت الديكور يعني الناس دي تعبت جدا جدا البريسلت اللي عملوها الناس دي كلها بمجهود يدوي عايزين دلوقتي كل واحد معاه كشاف الموبايل يفتح الموبايل ويفتح كشاف كده يلا هنغني مع بعض أغنية الجيم فاست مع بعض يلا تفضل تشيك ممكن نشغل الدرمز الدرمز مش وصل
ونشغل البيس كمان نعليه شويه. صوت الدرامز واطي. مش سامعيني ممكن نعليه معلش طالع بره ممكن نعليه بليز معلش البيز يلا كله جاهز حفظتوها بقى حواليك كون انت التغيير عاوز تلمسه بالخير